لليوم الثاني على التوالي تتواصل أعمال معرض ومؤتمر النفط والطاقة، حيث جرى مناقشة خطة شركة تنمية نفط عمان لتنويع مزيج الطاقة والقيمة المحلية المضافة والابتكار والتقليل من الانبعاثات الكربونية حول العالم والاستخلاص المعزز للنفطي والتحول إلى الطاقة المتجددة لتغذية مشاريع الهيدروجين الأخضر. هو مثل ما قلت يعني الطاقة البديلة هي مساندة للنفط الغاز، يعني حنستخدم الطاقة الشمسية والطاقة الرياح في إيجاد حلول لتعزيز إنتاج النفط الغاز، وهذا بطبيعة الحال هي كلها يسموها إنرجي ميكس، اللي هي يعني تكامل الطاقة إمداد الطاقة ليس من مصدر واحد وإنما من عدة مصادر، ولا يمكن لمصدر واحد إنه يوجد حلول لإمداد الطاقة. وبطبيعة الحال احنا في السلطنة بدأنا من زمان بالحلول هذه، استخدمنا الطاقة الشمسية في خيزنة وفي قن علم وفي أمل لإنتاج البخار ليساعد انه يضخه وبالتالي يعزز من إنتاج النفط واستخراج يعني الموارد الطبيعية. ويعد معرض ومؤتمر النفط والطاقة الحدث الأكبر من نوعه في سلطنة عمان والوحيد الذي يخدم هذه الصناعة، وذلك بمشاركة أكثر من 350 شركة متخصصة من 22 دولة وعدد من صناع القرار والمتخصصين المحليين والدوليين. شاركنا في بمنتج عماني اللي هو الغازجيت. طبعا الغازجيت هو يخدم شريحة كبيرة في النفط والغاز، فالاستفادة من هذا طبعا في المنشآت النفطية، في البايب لاين، في كثير من المنشآت النفطية، هو يقلل من التسرب الأنابيب أو تسرب الآلات، فنحن عندنا الحلول لهذا الموضوع. مشاركتنا في هذا المعرض في تبادل بين الشركات والخبرات، وأيضا في مجال التقنيات الحديثة في مجال النفط والغاز، وأيضا هناك إقبال كبير في هذا المعرض. كما يسعى هذا الحدث إلى استقطاب المنتجات والخدمات إلى الشركات العمانية العاملة في مجال النفط والغاز، والتي تساهم إلى حد كبير في دعم الأعمال الاستكشافية وأنشطة الإنتاج المتزايدة، وكذلك للترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع.